إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب هذه الآية عباد الله من خواتيم سورة المائدة وفيها فوائد وعظات وعبر وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أيذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم أذكر لهؤلاء المكذبين وغيرهم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وهنا فائدة ألا وهي إثبات القول لله تبارك وتعالى وكذلك إثبات النداء فالله تعالى يقول وينادي فقال في هذه الآية إذ قال الله وقال يا عيسى وهذا قول ونداء واعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يقول وكذلك يتكلم وكذلك ينادي وكذلك يناجي قال الله تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فلما كان بعيدا أي موسى عليه السلام قال وناديناه فلما قرب قال وقربناه نجيا والفرق بينهما واضح فإن النداء يكون للبعيد ويكون بصوت مرتفع أما النجوى فإنه يكون للقريب ويكون بصوت منخفض وكل ذلك ثابت لله تعالى على الوجه الذي يليق به عز وجل وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني
وكلمه ربه. فالله تعالى يتكلم بكلام مسموع بصوت وحرف، يتكلم ربنا عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم يثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه، بخلاف الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم. فهذه فائدة عظيمة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، واختلف المفسرون عليهم رحمة الله في هذا القول، هل قاله الله تعالى لعيسى لما رفعه إليه، أم أنه يقول له هذا القول يوم القيامة؟ وذكر البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره خلاف المفسرين، وبعضهم رجح أن هذا القول يكون يوم القيامة، أي أن الله تعالى يقول هذا القول لعيسى عليه السلام يوم القيامة، توبيخا للذين جعلوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم، وهو رسول من أولي العزم من الرسل عليه صلوات ربي وتسليماته، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ليس بينهم نبي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وهذا الاستفهام لا تظن أنه للاستعلام أبدا، لأن الله تعالى لا يستعلم، لأنه يعلم ما كان وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، هذا الاستفهام قال العلماء عليهم رحمة الله هو استفهام للتوبيخ، لتوبيخ من؟ لتوبيخ الذين جعلوا عيسى وأمه إلهين من دون الله، مع أن الاستفهام موجه لعيسى عليه السلام، إلا أن المراد منه التوبيخ. وهذا أسلوب معروف في القرآن وكذلك في لغة العرب، وهذا كقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة سئلت، لماذا سئلت؟ توبيخا للذين قتلوها بغير ذنب، فهذا الاستفهام للتوبيخ. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، أأنت قلت للناس، وفيها قراءتان، أأنت قلت للناس وأأنت قلت للناس، فكلاهما قراءتان صحيحتان. والقراءات عباد الله لها فائدة عظيمة، أولا توسيع المعاني، فكلما كثرت القراءات كثرت المعاني. ثانيا فيها تطبيق للسنة، فإن الإنسان إذا علم القراءات
الصحيحة وقرأ بها فإنه يناله الأجر، لأنه اغتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن علماءنا عليهم رحمة الله قالوا ليس من الحكمة إذا أما الرجل أناسا لا يعرفون القراءات، فليس من الحكمة ولا من الدين أن يقرأ لهم بقراءات هم لا يعرفونها حتى لا يشككهم في القرآن وفي كلام الله. فالواجب عليه أن يقرأ بهم أي بالمصلين بالقراءات المعروفة عندهم، أما إن كان عالما بالقراءات فليقرأ بها في قراءته الخاصة، وهذه كلها مراعاة لمصالح الناس، مراعاة لأحوال الناس وللمصالح ودرء المفاسد. وهذه قواعد عظيمة عباد الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، أأنت قلت للناس اتخذوني أي اجعلوني وأمي، كذلك فيها قراءتان أمي وأمي، اتخذوني وأمي، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أي من سوى الله. هل أنت قلت للناس هذا الكلام؟ نسمع جواب عيسى عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال سبحانك. وهذا اسم مصدر وفيه تنزيه لله تبارك وتعالى، فأول ما بدأ به الجواب عليه الصلاة والسلام أنه نزه الله عز وجل، وهذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أبعد الناس عن الشرك وأبعد الناس عن الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال سبحانك. والواجب على العبد أن ينزه الله تعالى عن أمرين عظيمين، أولهما أن ينزه الله عز وجل عن النقائص، لأن الله تعالى لا يلحقه نقص لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في شرعه ولا في حكمه، لا يلحقه النقص بأي حال من الأحوال سبحانه. وكذلك يجب أن ينزه الله تبارك أن ينزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وينزه كذلك عن اتخاذ الأنداد، وينزه كذلك عن اتخاذ الشركاء سبحانه وتعالى عما يشركون. تعالى الله عما يشركون، سبحانه عما يشركون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هتا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي أن يمتنع، غاية الامتناع، ما ينبغي أي لا يليق به عز وجل، ما ينبغي
للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يجب أن ينزه الله تعالى عن هذه الأمور التي لا تليق به عز وجل. قال سبحانك ما يكون لي ما يكون لي. وهذا الأسلوب المراد منه المنع غاية المنع. ولذلك فإذا وجدت في القرآن ما يكون وما ينبغي فاعلم أنه يفيد غاية المنع والاستحالة وأنه لا يليق ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهذه الباء زائدة للتوكيد أي أن هذا ليس حقا لعيسى عليه الصلاة والسلام. ليس من حقه أن يقول للناس اتخذوني وأمي إلهين لأنه رسول. من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ليس من حقه ولا من حق أمه أن يقولا للناس اتخذوني أو اتخذونا إلهين أو آلهة من دون الله تعالى. وما قالوا هذا القول أبدا وحاشاهم. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لأن هذا حق الله. العبادة حق لله ليس حقا لأي أحد من المخلوقين. لا رسول مرسل ولا نبي ولا ملك ولا ولي صالح ليس من حقه أن يعبد من دون الله عز وجل. هذا حق الله. صرف العبادات لله حق لله عز وجل. ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. فمن دعا ميتا أو استغاث بمقبور أو لجأ إلى الأموات لقضاء الحوائج أو دفع الضرر فإنه قد أشرك بالله عز وجل. الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. فانتبهوا لهذه الأمور عباد الله انتبهوا لها. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. وهذه جملة شرطية. إن كنت قلته فقد علمته لأن الله تعالى يعلم كل شيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ونفس الله هي ذاته تبارك وتعالى. نفس الله ذاته ولا تشبه أنفس المخلوقين ولا تماثل أنفس المخلوقين أبدا. فإذا قيل نفس الله فالمعنى ذات الله تبارك وتعالى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. جملة مؤكدة فيها أسلوب الحصر بضمير الفصل. إنك أنت أي لا غيرك. إنك أنت علام الغيوب. لذلك من ادعى علم الغيب لنفسه أو لغيره فإنه مشرك بالله كافر بالله والعياذ بالله. فلا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وكلما أثبت الله تعالى لنفسه علم الغيب في القرآن تجد أن في الأسلوب أسلوب الحصر. وهذا أمر عجيب. وبعد ذلك كله تجد من الناس من يدعي علم الغيب لنفسه أو لشيخه أو لوليه يقول لك عندنا أولياء يعلمون الغيب كويس. كما قال قائلهم
كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. وقال قائلهم منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، كل ذلك في هذه البلاد والعياذ بالله يدعون علم الغيب لأنفسهم ولمشايختهم ولأوليائهم، وبعد ذلك كله يريدون أن ينصلح الحال، يريدون رغد العيش، وأنى لهم، أنى لهم، فإنما عند الله لا ينال إلا برضا الله. اعلموا عباد الله أن ما عند الله لا ينال إلا برضا الله تبارك وتعالى. فكيف يدعي قوم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يهبون الذرية وأنهم يجيبون دعوة المضطرين، وبعد ذلك يريدون أن يفتح الله تعالى عليهم من أرزاقه وبركاته؟ كيف ذلك؟ أي عقل، أي شرع يدل على هذا؟ لا شرع ولا عقل يدل على هذا، بل الواجب علينا جميعا أن نعطي الله تعالى حقه، وهذا واجب، واجب لا خلاص منه ولا مفر منه. إنك أنت علام القيوب. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأسأله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.